انا فخور جدا جدا في ان الموضوع دوت بيتم بالشكل دوت في بلدي لاول مره، مهرجان الجونه السينمائي. وان شاء الله باذن الله يعني يتم على خير وبصوره مشرفه ومحترمه فنيه جدا جدا ان شاء الله. بشكر كل الناس المسؤوله عن ظهور هذا الصرح السينمائي الجميل جدا بالشكل المحترم دوت. بقول لهم بجد ميرسي جدا، ويا رب ان شاء الله يتم على خير لحد الاخر والناس كلها تنبسط فنيا وانسانيا. يعني مهرجان شعار ومعنى الانسانيه، ايه الكلمه اللي كنت مسجلها على I think الحب والتفاهم بين البشر ده اهم المعاني اللي المفروض تبقى موجوده طول الوقت. ساعات بنشوف في اضطرابات بين الناس وبعضها، ساعات بنشوف المشاكل اللي بتحصل في البلاد، بس اوفرول المفروض انه الناس تبقى واعيه اكتر من كده وتدوس على المشاكل دي وتعديها علشان النجاح يتم والصوره الحلوه تكتمل ونبقى مشرفين يعني. فالحب والتفاهم بين الناس هو من اهم الحاجات اللي انا بشوفها لازم تكون موجوده.